بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه ياتي سؤال اخر فيقول اذن ما الاحسان وهو الذي عرفه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حضره جبريل الروح القدس بانه ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فهو يراك اذا فهو يتكلم عن العباده ويتكلم عن القلب الضارع لرب العالمين ولذلك جلس علماء هذا الفن هذا القسم هذا الاساس من اسس الشريعه من اجل ان يبحثوا بعمق فيه فقالوا ان الامر مبني على تخليه القلب من المهلكات هذه مصطلحات لم تكن في الكتاب والسنه ولكن تعبر عما اراده الكتاب وارادته السنه النبويه الشريفه فهي من اسس الدين مثلما حدث في علم الكلام مثل ما حدث في علم الفقه مثل ما حدث هنا في مجال التصوف. التخلي من المهلكات والتحلي بالمنجيات، وانظر الى التخلي والتحلي وكيف انهما ككلمتين على وزن واحد. التخلي الترك والتحلي الفعل التخلي والتحلي ينتج عنه التجلي ويؤلف لنا الامام الغزالي في كتابه الماتع احياء علوم الدين تفصيل تلك المهلكات كالحسد كالحقد كالغل كالكبر مثل هذه المهلكات وهذا الذي يجب علينا أن نتخلى عنه لأنه خلق قبيح ويضرب لنا المنجيات التواضع الحب التسامح وأمثال هذه المنجيات أي الخلق الصحيح ولذلك صاغوا العبارة ان نخلي القلب من كل قبيح وان نحليه بكل صحيح حتى نصل الى ان نعبد الله كاننا نراه فان لم نكن نراه فهو يرانا